ضربة الجزاء وبنتكلم على بعض الأمور التحكيمية. معايا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح حكمنا السابق، وتحليله للألعاب اللي ممكن تكون موجودة أو الحالات اللي موجودة في مباراة النهاردة. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروق ازيك؟ ازيك يا كابتن، أخبارك إيه؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن رضا؟ ازيك يا كابتن حبيبي يا كابتن فاروق؟ طيب ازيك يا محمد؟ عندنا كام حالة كابتن ممكن تاني النهاردة؟ امتى يا كابتن؟ نعم؟ هنشوفك امتى تاني؟ يلا أنا جاهز. طب فين إسلام؟ الخميس الخميس. بعد الحلقة على طول يلا. كابتن محمد، بسألك على حالات التحكيميه النهارده في بعض الحالات الخاصه بالنادي الاهلي، سواء بقى ليه او عليه الحقيقه في ضربه الجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي في بعض الامور فيها او في بعض الكلام انه مشكوك فيها بتاعت مارسيلو. هو لعبه مارسيلو، بس قبل ما نروح لعبه مارسيلو كان في لقطه او حاله تحكيميه في الدقيقه 6 تقريبا في الدقيقه 7 بالظبط، كان في ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي مع كهربا. كان كهربا بيحاول يرتقي يلعب كورته وهو بينط في الهواء، ومدافع مارسيلو دفعه من الخلف وهو في الهواء فسقط على الارض، ولكن الحكم هنا ما احتسبش المخالفه، وكان هنا في ركله جزاء محتسبه صحيحه لم تحتسب لكهربا. وطبعا هنا يعني ضربه جزاء يا كابتن محمد. والفار هنا كان دوره ايه يا كابتن؟ هو غاب عن المشهد. يعني خلينا نكون يعني عشان نحط قاعده، واحنا بنتكلم نص القانون هنا الدفع من الخلف موجود وكمان هو في الهواء. حتى لاعب فلومينسي لما بعد ما دفعه في ظهره كهربا وقع على الارض وهو نزل واقف على رجليه، يعني ده مش التحام في الهواء كتف في كتف او التحام طبيعي، لا هو كان كهربا كمان مش شايف مدافع فلومينسي، فهو كان جاي من مسافه وطالع دفعه في ظهره وما قدرش يوصل للكوره كمان ومنعه ان هو يوصل. هو الفار ما كانش موجود النهارده يا كابتن؟ الفار ما ظهرش غير في لقطه واحده، لقطه الهدف الثاني، وبيأكد الهدف مع انها كانت طيب. يعني اذا لو الفار عايز يجامل النادي الاهلي النهارده او الفرقه اللي هي بتاعت فلومينسي ده النهارده وما يجاملش في ماتش اتحاد جده اللي فات؟ لا انا مش بتكلم، ماليش دعوه بالماتش اللي فات، احنا بنتكلم في حاله تحكيميه. كابتن نقول حاجه منطقيه، هي يعني اولا دي لعبه عاديه جدا واحتكاك عادي جدا وما فيهاش الهوا، احنا مش عايزين نجامل. لا استنى بس، مش دفع عادية. دفع من الخلف دي مخالفه واضحه، ما هي الصوره قدامنا اهي يا كابتن، احتكاك عادي، الاثنين طالعين على الكوره يا كابتن. لا ده كهربا طالع يلعب الكوره ومش شايف اللاعب هيلعب الكوره فين، احنا كده كان هيجيبها جون وواقف على سن ال 18. ضربه الجزاء ما بتتحسبش يا كابتن على اساس ان هو رايح جايبها جول ولا مش جايبها جول. لا استنى بس يا كابتن رضا، شوف لاعب فلومينسي طالع في ظهره ما بيلعبش على الكوره، ده هو رايح لجسمه ده طالع بكل جسمه يا كابتن محمد، طالع بكل جسمه ورجليه كمان عاليه، ده هو كمان في ايد وهو طالع بياخد وضع الدفع، مش طالع يلعب ايد ورجله كله. ايد ورجله كله. فطبعا هنا المخالفه موجوده ما فيهاش كلام، يعني الدفع من الخلف ده موجود، يعني خلاص دي مخالفه بتتحسب في كل ملاعب الدنيا. انت عايز تقول حاجه لكابتن محمد صلاح في اللعبه دي يا كابتن؟ طبعا. عايز تقول له ايه؟ ما الشناوي مره من ضمن المرات دخل في الراجل بتاع انبي بظهره في قفاه. كابتن احنا في كاس عالم انديه. لا استنى بس، استنى بس، احنا في كاس عالم انديه، احنا بنتكلم في الدوري المصري. ده حكام عالميين. يا عم اسمع الكلام بس. وفار عالمي. اسمع، طب الفار ما حسبهاش ليه؟ كابتن لما كان هيجامل فيلامينسي على النادي الاهلي؟ لا ما بنتكلمش هنا عن المجامله، انا بنتكلم. طب امال ايه يا كابتن؟ دول ما عندهمش الف بي، هم شايفين ان الكوره عاديه جدا. طب ما مارسيلو، لعبه مارسيلو اللي احتسبها ركله جزاء مش ركله جزاء مش صحيحه. مارسيلو هو اللي وقف راح قدام بيرسي. برافو قوي يا كابتن والله. طب ما شفتش انت ايد بقى بيرسي تاو قبل الكوره؟ ما شفتش ايد بيرسي تاو فين؟ اللي هي خلت الالتزام بتاعه ان هو مختل. اللي عمله بيرسي تاو هو فارد ايده بس، حط ايده على جسمه لكن ما دفعوش. لا كتفه ايه بقى يا كابتن؟ انت ما اتفرجتش عليها. ما حاطط ايده في صدره. ما هو مارسيلو عدى. ايوه ما حاطط ايده في صدره، ما بص خلى الالتزام بتاعه عامل ازاي؟ يا كابتن رضا، هو مارسيلو عدى ومارسيلو عمل ايه؟ كابتن احنا يعني احنا الفار مش بتاعنا. كابتن محمد ده مارسيلو ضحك على الحكم فيها والله، ده خلص، ده هو اصلا جاي والله تعب. طب الفار حط رجله عشان بيرسي تاو. ده بالنسبه للحكم، لكن الفار اكيد الفار كان موجود برضه. بمناسبه كلمه كابتن محمود ابو الدهب، هو احنا فعلا بنقول مارسيلو ضحك على الحكم، بس الحكم ده ما بيضحكش عليه. ازاي يا كابتن ما ضحك عليه يا جدعان؟ ازاي ما ضحك؟ ازاي يعني ده حكم؟ مش هو ده اللي حكم؟ ضحك عليه يا كابتن محمد اهو. يا كابتن محمد هو حكم نهائي كاس العالم، بس في حكام كتيره جدا في اوروبا افضل منه بكتير على فكره. يعني بعد ما حكم كاس عالم ونهائي كاس عالم يبقى هو هيغلط في كوره زي دي ولا الكوره اللي قبليها يا كابتن صلاح؟ احنا طب ما هو حسب ركله جزاء على فرنسا مش ركله جزاء لو تفتكر اللعبه. مش الفار اللي اداله؟ الفار اللي اداله ايه؟ ده هو اللي حسب.
مش في فار هناك كمان؟ جابها على فرنسا ما كانتش ركله جزاء على فرنسا؟ بتاعت ماتش الارجنتين وفرنسا؟ ايوه فاكر اللعبه. طب وبتاعت استنى بس، واللي اتحسبت الثانيه بتاعت اللي اتشاطت وكانت من بره وقال لك ضربه جزاء وجت في ايده، انا واحده دي بتاعت ايه؟ مش فاول اللي هي اللي حسبها الفرنسا ضربه الجزاء الثانيه، ده فاول من البدايه، من بدايه الكوره في الكورنر الراجل كان طالع فاول عليه بتاع فرنسا الاصفر. انا بكلمك في قراراته داخل ما هي دي، يقول لي احسن حكم في العالم. ايوه احسن حكم، لان الفار اللي اداله. لا كان في ناس افضل منه يا كابتن. طيب. لا مين طيب اللي افضل كابتن. منه يا كابتن؟ كابتن لكن اللعبه دي اللعبه بتاعت مارسيلو دي الفار كان موجود برضو كان حاضر واكيد اتكلم معاه ولا ما اتكلمش معاه من وجهه نظرك؟ يعني انت قلت لي هي في الجول الثاني بس كان موجود. شوف الوقت هو اكيد طالما طبعا الفار اكد معاه طالما هو نفذ، لكن ما فيش استدعاء ما فيش مخالفه، لكن ما قالوش تعالى ما عندوش قرار غيره، لكن احنا لما نشوف الوقت هو نفذ بسرعه، هو حتى الفار ما خدش وقت، لكن مارسيلو هو اللي حط نفسه قدام بيرسي تاو. لما هنشوف بيرسي تاو هتلاقي رجليه مفروده على الارض، لا عرقل ولا عمل مخالفه، وهو اللي صنع التلامس. ما حصلش تلامس يعني يا كابتن؟ لا 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 مفيش ما حصلش تلامس. التلامس حصل التحام. كنت رحت حكمت انت يا كابتن محمد؟ ايه كنت رحت حكمت انت يا كابتن؟ انا حكمت امتى؟ لان هو النادي الاهلي اصلا بجد يعني في بطولات كتيره بياخدها كده سواء مصريه او جد، فانت لما يجي حكم دولي وحاكم نهائي كاس مصر كاس عالم واخد بال حضرتك، ويجي حاكم لا نطلع العيب فيه عشان الاهلي يتظلم. لا 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 الاهلي ما عملش حاجه النهارده عشان يكسب. انا ماليش دعوه فنيا ماليش دعوه. كابتن بيتكلم في الحاله كابتن. ايوه ما هي الحاله مالهاش دعوه، هو كابتن محمد ما يعني ما تدخلش في الامور الفنيه. طب بقول لك هقول لك حاجه كابتن، اللعبه بتاعت مارسيلو دي شبه لعبه سيف الجزيري اللي حسبته ركله جزاء. مش انت بتقول النادي الاهلي؟ مين سيف الجزيري خد ركله جزاء في الدوري؟ سيف الجزيري بتاعت ايه؟ ماتش ايه؟ شبه ماتش ايه بس؟ ماتش ايه يا كابتن بيقول لك؟ كان في الدوري. الدوري ايه مع مين؟ كان الزمالك بيلعب، كان طارق مجدي الحكم. انا مش متذكر الزمالك كان بيلعب مين، بس يعني حصل عليها ضربه جزاء يعني ولا ما حصلش؟ خلي بالك يا كابتن، حسبت له ركله جزاء مش صحيحه. خلي بالك يا كابتن، خلي بالك، الحمد لله والشكر لله، انا في ضربات جزاء كتيره اتحسبت للزمالك السنه اللي فاتت، ومن ضمنهم كان في فاول يطرد فيه الونج في مباراه المصري، بعدها اتردد زيزو جاب الجون، قلت منك لله يا محمد يا معروف. بس يا كابتن معلش معلش، لا لا على الهوا بس يا كابتن، واخد بالك لان كانت مباراه زد يا كابتن، مباراه زد انا مع لا كانت زد ضربه جزاء اللي بيتكلم عليها كابتن. أيوة ماشي، هتلاقيني هنا في التحليل قلت ان مش ضربه جزاء. طيب ما هو نفس الوضعيه يا كابتن، احنا لا يعني انا ما بحوطش عن اي حد، انا بقول بص هو الاهلي والزمالك بيتجاملوا، بس الاهلي بيتجامل اكتر بيصلحوا لي بيه الفيوتشر مش كده. الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه، احنا ما بنقولش مين وحش ومين حلو، بس انا بقول لك الحكم النهارده ده في حكام في اوروبا افضل منه بكتير.